صباح جديد على السواحل الإيطالية، وقد رمت الأمواج بأكثر من 20 سفينة تقل مهاجرين. تقول روما إنها أنقذت أكثر من 4200 مهاجر في أقل من 24 ساعة على قوارب الموت. قضى أيضا 17 شخصا على الأقل. انطلقت معظم الرحلات من السواحل الليبية قبل أن تعترضهم سفن أوروبية في عرض البحر لانتشالهم من موت محقق. تقول السلطات الإيطالية أن الأرقام المسجلة منذ بداية السنة الجارية هي الأعلى خلال السنوات الأخيرة، بل ومرشحة للارتفاع في ظل تدفق المزيد من القوارب باتجاه سواحلها. تتحدث روما أيضا عن وفاة 1700 مهاجر منذ بداية السنة بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها المهاجرون، لا سيما الجفاف وتقلب درجات الحرارة وأعمال العنف التي تشوب الرحلات. لم يختلف المشهد كثيرا على السواحل اليونانية، إذ استقبلت عددا من القوارب المطاطية وعلى ظهر عشرات المهاجرين. أثينا بلهجة روما ذاتها تقول إن الأرقام المسجلة هذا العام هي الأعلى على الإطلاق، إذ استقبلت في أقل من 6 أشهر 37,000 مهاجر. أنظار روما وأثينا تتجه كالعادة إلى ضفة جنوب المتوسط. تتجه الأنظار أيضا إلى بروكسل، حيث يتمسك عدد من عواصم الاتحاد الأوروبي بعدم إلزامية احتضان المهاجرين، وقد تقطعت بهم السبل.